كل التسريبات كان وراها روك ستار جيمز على لسان المؤدي لشخصية فرانكلين المطرب المعروف تيبين موجود في لعبة جي تي اي 6 هو اللي قال طراطيش كلام انه حتقدر تتمرن وسؤال مهم وكبير ايش؟ هرجة الحيوانات وليش في منظمة لمكافحة الصيد الجائر أنا أحمد الكيادي من VGA4A إذا أنت تحب زي هذا المحتوى زبطنا بلايك والأهم من هذا كله لنسى الاشتراك والنشر استمتع قبل لا تقول لي سحبة تراني مزكم وهو كيس أدويتي معايا فلا تحسب أنه ساحب لا والله يا جماعة الخير بس الأمانة اللي متابعني في السناب بيكون عارف ما علينا على قد ما أغطي أخبار روكستار يا جماعة الخير لأنه كانت عندي أسئلة وعلامات استفهام كثيرة أنه قد ما نسمع تسريبات ما كانت تجي بالدقة خلينا نقول كأنه حرفياً كنت أنت داخل استوديوهات روكستار مع أنه كثير من اللي كانوا يسربوا مبتعدين عن الساحة زي مثلاً يان قد سويت معهم قبل كذا حالياً ما في الـ TEZ وبعض طراطيش الكلام في السوشيال ميديا وهذا بيخليك فعلاً تستغرب من نقطة أنه يطلع لنا زي شون فونتينو اللي هو قايم بدور شخصية فرانكلين من جي تي اي في بودكاست مع اي جي ان وقالها بعظمة لسان وقال يا جماعة الخير روكستار هي اللي بتسرب معلومات في السوشيال ميديا على اساس انها تحافظ على الهايب والحماس لألعابهم طيب خلينا ناخذها حبة حبة لانه الكلام صراحة يصدم ويخليك ما تستوعب اول شيء لازم يعني تفصل ما بين فكرة التسريبات الشهيرة اللي صارت العام اللي هي الهاكر والفيديوهات والأمور هذه كلها ما في شركة حتسوي زي كذا أو أقل لا خلينا أقول هذا اعتقادي أو توقع إني يعني ما أتوقع روكستار حتخلي واحد يهكرهم ويسرب فيديوهات عشان يصنعوا هايب ولو إنه ممكن أتفهم الموضوع من زاوية ثانية مختلفة وهذه جدا مهمة نتكلم فيها جماعة الخير إنه بطلة بنت سلسلة جي تي اي مشهورة التوب عند روكستار لهم فترة ما بينزلون سلسلة جي تي اي عليهم ضغط عالي ففكر انك انت تحط بنت ممكن يكون تحتاج انك انت تجس النبض مع العلم يا جماعة الخير انه طوال السنوات اللي راحت وانا بغطي اخبارهم نلاحظ انه اغلب التسريبات بتطلع من حسابات غريبة بعضها في السوشيال ميديا وبعضها في ريدت وبعضها في بعض المواقع اللي منتشرة من هنا ومن هنا لكن تلاحظ انه الكلام كان جدا غريب انه بطلين انه في واحدة منهم بنت واحدة اسمها لوسية او لاتينية المهم غريب انه هذا الكلام يطلع صح فهمت البوينت اللي انا بوصله فبالتالي ما استغرب صراحة انه في البعض حيفكر انه روكستار سووا الحركة هذه علشان يشوفوا جس النبض اذا اللاعبين حيرضوا عن فكرة بنت او لا خصوصا مع التغيرات اللي صارت خلال السنوات هذه وتعرفوا في النهاية احنا بنتكلم عن لعبة مثيرة للجدل واحدة من الأشياء اللي أنا قريت عنها زمان وغطيتها حتى عندي في القناة في المقاطع بشكل عام إنه روكستار في الأجزاء الأولى يقال إنهم دفعوا لدكتور نفساني على أساس إنه يطلع ويحذر من اللعبة وقتها ما كان حتى في تقييم عمري زي ما صاير حاليا فبالتالي أثاروا الجدل بهذه النقطة لأنه صارت الناس تتكلم لا أحد يلعب هذه اللعبة ترى فيها وما يخطيها ولازم وطبعا صار هجوم على الفيديو جيمز على الألعاب الإلكترونية وأنها تهدد صحة العقلية للأطفال وجي تي اي دائما متصدرة المشهد من ذاك السنين يا جماعة الخير إلى يومنا الحالي وإحنا لازلنا في نفس الكلام روكستار مثيرة للجدل وهذا جزء من شغله هذا اللي إحنا نقدر نستوعبه يا جماعة الخير أرجع أقوله وأكرر ما هو منطق التسريبات اللي صارت بهذه الدقة معلومة نختم فيها تدروا إلى الآن إحنا ما ندري إنه اسم جيسون إذا كان صح أو لا من روكستار نفسه بينما لوسية تأكدنا إنه الاسم صح فكروا فيها ردد ما عرفنا ولا شخص غير جون مورستن والبقية ما كنا نعرفهم سبحان الله كله تغير مع جي تي اي 6 كورة في ملعبكم بس مع رأيكم تيبين المطرب المعروف والمشهور صراحة صار أداؤه جدا رهيب من يوم ما بطل التعديل هذا الأوتو تونز اللي على الصوت ما علينا طلع في واحدة من المقاطع حتشوفونها واعتذر بشكل كذا واضح ورسمي يا جماعة الخير أنا ما حأقدر أكمل معاكم يا جماعة نو بيكسل أعتقد سيرفر زي السيرفرات المشهورة عندنا مثلا اللي بيكون مثلا فيها مشاهير يوتيوبر انفلونسر أو مثلا أي أحد ثاني يدخلونه معاهم في السيرفر فهو اعتذر أنه ما حيقدر يكون معاهم لأنه بكل بساطة قاعد يشتغل في لعبة جي تي اي 6 طيب ايش يسوي مع لعبة جي تي اي 6 والله ما ندري بس دام انه هو مطرب فالعقل والمنطق انه حيكون من المطربين اللي تنحط اغانيه في الراديو بس
هل اذا كان هو من المطربين اللي تنحط اغانيه في الراديو معناته انه ما يقدر يمثل؟ انا ما اعرف، احسها كذا شويه غريبه، صح ولا لا؟ لانه ما هو منطقي انك انت بتاخذ اغاني الناس كلها اللي انت تحتاجهم، زي المطرب اللي استخدم اغنيته في التريلر الاصلي، واقول له لا تطلع ولا تروح ولا تيجي ولا تدخل ولا تسوي. ما احسه منطق يا جماعه الخير، لكن اللي احسه منطق انه شكله حيكون له جزء كبير جدا في اللعبه، سواء كان بيؤدي دور شخصيه معينه او هو شخصيا يكون موجود في اللعبه. انا ما ادري، هذا توقعي يعني. هو في النهايه ما هو كتاب مقدس ولا هو شيء كذا يعني اكيد، بس انا عندي توقع انه ممكن يكون له دور في اللعبه، مو بس مجرد اغاني تنحط في الراديو. ما ادري، انا هذا احساسي، فاعطوني رايكم في الموضوع. وما اعتقد حيكون تيبل لحاله، اتوقع حيكونوا في مطربين كثر ثانيين يكونوا موجودين. لو تسالوني انا ودي اشوف رود ويف صراحه، انا مطبل له اعترف يا جماعه الخير. هذا منشور عندكم في موقع او في مجتمعات ريدت، واحد نزل صوره لابطال لعبه جي تي اي 6 ويكون في صالات رياضيه نقدر نمرن الشخصيات، وهذا واحد من الجوانب اللي انا اتمنى اشوفها اليوم قبل بكره، انه يكون عندي الخيار اني اقدر امرن شخصيتي براحتي، ابني جسمه بالطريقه اللي تناسبني، خصوصا ان صح الكلام وجيسون كان عنده خلفيه عسكريه بطريقه ما، فاكيد انه هو حيكون مهتم اصلا في هذا الجانب. يمكن اللي يخلي الموضوع شويه ما هو منطقي بالنسبه لي انه روكستار في جي تي اي 5 كانوا رابطينها بالقصه، فما احس انه منطقي من هذه الزاويه الا اذا كان له علاقه بالقصه بطريقه ما، او اذا هم خلاص تغير يعني مع السر لهم، خلينا نقول قاعده انه القصه مرتبطه بالصاله الرياضيه، فهمتوني؟ يعني لما نرجع لسي جي ممكن يكون منطقي الموضوع لانه تعرف ولد حاره يتمرن وياكله الى اخره، بس لما يكون في عندك مسار معين تبى تقدمه وشخصيه بكاريزما معينه، احس انه فجاه متين فجاه نحيف لازم يكون مرتبط بسبب ما، هل هو يتوتر وصار ياكل كثير، هل هو نفسيه ويقعد في البيت كثير فصار دبه، فهمت قصدي؟ هل هو رياضي؟ طيب ليش رياضي؟ اكيد له علاقه بمسار حياته زي مسار حياتنا، فهمتوني؟ فانا ما اعرف اذا كان هذا حيكون عائق، او اذا روكستار حاب انها تكسر القاعده وتخليه تقدر تغير جسمه براحتك ما له علاقه بالقصه، لانهم هم اللي قالوا هذا الكلام ايام جي تي 5 انه له علاقه بالقصه، فبالتالي ما نقدر نحط التمارين او انك تغير جسم اللاعب يعني مع الوقت. ف نشوف، تخيل عاد لوسية معضله وسايره هولك، ما استبعد. ونختم يا جماعه الخير بسؤال جميل جدا بشارككم اياه، حطوا عبد الله يعطيه الصحه والعافيه. يعني هذا صراحه من اكتشافات المواهب العربيه في لعبه جي تي اي بشكل عام، وهذه واحده من الاشياء اللي انا دائما اسويها مع كل لعبه في العاب روكستار سويناها مع ريدد. افتكر انا والخاندرو تكلمنا على الوحوش الاسطوريه اللي ممكن نشوفها في عالم ريدد، نفس الشيء سؤاله يعني في عدة جوانب، أنا اللي همني جانبين. الحيوانات الأسطورية أتوقع أكيد حيكون موجودين في اللعبة بطريقة ما، وبيحاكي الأشياء اللي بتصير في الفترة الأخيرة. فواحدة من الأشياء اللي أنا ناويها مستقبلا حاجتين يا جماعة الخير، واحد حنزل لكم مقطع حقارن فيه السيارات وأشكالها كيف تغيرت بشكل يخوف في لعبة جي تي اي 5، وكيف أنها عبارة عن تست بسيط للشيء اللي حنشوفه في جي تي اي 6. الشيء الثاني الحيوانات الأسطورية اللي معروفة ومشهورة في فلوريدا، ممكن تساعدوني في ذا الموضوع، اكتبوا تحت او تواصلوا معايا في السناب او تويتر، دائما صراحة متفاعل معاكم في هذه المنصتين. هذا بالنسبة لموضوع الجانب الوحوش. السؤال الأهم، واحدة من اللقطات حتلاحظون واحد يسحب تمساح ولبسه فيه شعار غريب، وهذا شيء ترى ما تعودنا عليه. طبعا هذولا هم بيحموك من الحيوانات او بيمسكونهم يصيدونهم ويدونهم لاماكن او يفكوه يعني في مكان ممكن ثاني. يمكن بعضكم عنده خلفيه احسن مني في ذي المواضيع، لانه احنا ما عندنا صراحه مجد التماسيح واشياء غريبه. فالفكره دام انه في ناس تحمي او انك تبلغهم عشان يشيلوا زي مثلا تمساح او الى اخره، فهذا بيخلينا نسال سؤال جدا مهم، هل الصيد حيكون مقنن؟ يعني هذا هو الملخص اللي قاعد يسال عنه عبد الله، وسؤال صراحه جدا رهيب وعجبني. هل حيكون في مراقبه لطريقه الصيد؟ لانه في حاجه لازم تحطونها في البال يا جماعه الخير، انه جي تي اي بشكل عام ما هي ذيك اللعبه اللي تقول اوه واو حطوا فيها حيوانات بتستفيد منهم في شيء، بعكس مثلا عندنا لعبه ريدد ريدمشن سواء كان الاولى او حتى الثانيه. بس في جي تي اي تحس ان الموضوع بعيد كل البعد عن الحيوانات. الان اضافوها في جي تي اي 5 على اساس يعودون اللاعبين، لانهم بياثروا على الجيم بلاي بشكل عام. تخيل انت طاير بالطياره تصدم فطير
وتخرب عليك وتطيح، يعني بيغير ميكانيك وطريقة الجيم بلاي. لكن السؤال في القصة، إيش حيكون عمقهم، إيش حيكون دورهم، وإيش حيكون الأشياء يعني اللي احنا تعودنا عليها في الحقيقة، منظمات حقوق الحيوان، الناس اللي تيجي تمسك حيوانات معينة وتحميك منهم، حيوانات ممكن تحت الانقراض، أشياء كثير غريبة ما نعرف كيف حيسووها في جي تي اي. سؤال كبير عميق للأمانة، بيبين لك جانب ممكن قاعد ياخذ وقت مركزة، لأنه كمية الحيوانات اللي موجود في ذا التريلر ما هي طبيعية يا جماعة الخير. أنا ممكن أشارككم صورة وأوريكم جزء بسيط بس من الحيوانات اللي موجودة بس من تريلر واحد، فما بالكم باللعبة كاملة. عشان كذا بنقول لكم إيش حيكون دور الحيوانات يا جماعة الخير في لعبة جي تي اي 6، هل مجرد بس عشان تجمع تروفيات وكم مهمة، ولا الموضوع حيكون شيء جديد ومختلف عن اللي احنا تعودنا عليه؟ هذا اللي كان عندي في مقطع جي تي اي 6 اليوم، ان شاء الله حنوافيكم باخبار اكثر في الفترة الجاية. تعرفون حب وعشق روكستار ما ينتهي يا جماعة الخير زيكم. يعطيكم العافية، كان معاكم احمد براون واحمد الكادي من فيديو جيمز فور عرب، شوفكم مقطع قريب، ضبطونا باللايك ومع السلامة.